يحتاج إلى لحظة هدوء، إلى هدنة مع الحياة، إلى صمت يكتم ضجيج الروح، إلى وسادة سلام تسند أحلامنا المتعبة، إلى نغمة هادئة تغمرنا بالسكينة، أو عزلة نعيد فيها حساباتنا. ننصت لصوت العقل والقلب معا لنشعر ببعض السكينة ونستعيد أنفاس الأمل. الحياة ستظل ناقصة حتى نهاية الأيام، فلا جدوى من تأجيل شعورك بالامتلاء انتظارا لكمالها. ما تراه اليوم كمالا قد لا يغدو كذلك غدا، ولن تنال سوى إضاعة أيامك بالمطاردة. كل ما عليك هو أن تنظر حولك وتستمتع بما تملك مع سعيك نحو الأفضل بنفس مطمئنة. حين تظفر بأشياء حقيقية ذات قيمة وعمق ومعنى وأثر، يسكنك الرضا وتستقر في قلبك الطمأنينة. تنظر في الأفق لآمال باسمة، لا تركض خلف كل بريق أجوف، ولا يشدك كل ضجيج فارغ، ولا تميل مع كل ريح عابرة. فالممتلئ بذاته تكسوه حلل الوقار والثقة والتعقل.